السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أم عبد الرحمن مزوان. الوصفة ديال اليوم هي السفنج المغربي. وصفة سهلة جدا، توصل في دغيا، يعني ما كتحتاج بزاف ديال المقادير. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، وندوزو دابا باش نشوفو المراحل باش نصوفو هاد السفنج هذا. وهنا باش نصايبو السفنج ديالنا، أول حاجة غادي نحتاج ليها، غادي ناخد معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، مع معلقة صغيرة ديال التخميرة الفورية، وغندير معاهم جوج كيسان ديال الماء. يعني الكاس اللي غادي نعبر به الماء هو نفسه اللي غنعبر به الدقيق. غنعبر هنا جوج كيسان ديال الماء يكون دافي، الكاس الأول، ونعبر الكاس الثاني. خاصو يكون دافي، نحرك بهذه الطريقة هكا هكا باش كتفاعل ليا الخميرة باش كتطلع ليا العجينة مزيانة. نحرك بهذه الطريقة هكا، ونغطيها، نغطيها بالسلوفان، نخليها واحد المدة ديال 10 دقائق هكا قبل ما كتفاعل ليا العجينة وتفاعل ليا الخميرة، ومن بعد ندوزو للمرحلة الثانية. هنا كيف ما كتشوفوا، من بعد ما ولا الخليط بهذه الطريقه هذه، يعني كيخمر لينا. هذه الطريقه كتساعدنا باش دغيا باش كيجي الشفنج زوين وكيجي مفشفش وخفيف. هنا كندير جوج كيسان ديال الدقيق، كندير الكاس الاول وكندير الكاس الثاني. صافي كنخلط هكا الخليط مزيان، كنحصل على واحد القوام بحال ديال البغريب كيف ما كتشوفوا. خاصني نخلط هكا مزيان الدقيق باش يدخل مع الماء. هاد العملية كتساعدنا في العجينة كتجي خفيفة، كتجي مفشفشة، الشفنج كيجي زوين وما كنتعدوش في الدليك ولا في هذا، بدون دليك، بلا ما كندلكو بلا والو، كيجي هكا ساهل. المهم كندير هاد الطريقة الأولى، تيكيبانو ليا هاد الفقاعات كيطلعو ليا فقاعات صغار بحال شكل ديال البغرير. الطريقة هكا صافي، كنغطي عليه وكنخليه عاوتاني يرتاح واحد شويه. هنا كيف ما كتشوفوا كنعاود نغطي عليه هكا، كنخليه عاوتاني يرتاح واحد شويه، ومن بعد غادي ندوزو للمرحله المواليه. هنا كيف ما كتشوفوا، من بعد ما خليت العجينه ارتاحت شويه، هنا انا غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نزيد جوج كيسان ديال الدقيق، جوج كيسان اخرين غير دوك الاولين كيف ما كتشوفوا. وغنبدا نخدم العجينة بشويه، كما كتشوفوا من بعد مجموعة العجينة كتجي بحال ما هكا، كتجي كتلصق بهذه الطريقة هكا. أنا غادي نغطيها نخليها تخمر شوية ونرجع معكم باش نشوفوا الطريقة الموالية. يعني كيف ما كتشوفوا ملي خمرت لنا شوية العجينة، أنا هنا غادي نعاود نخدمها، غادي نحيد منها
كاع داك الهواء اللي كاين داخل ونخليها تعاود ترتاح تاني عاوتاني. هاد الطريقه كتسهل باش كيجي الشفنج زوين. غادي نحيد كاع داك العجين الهواء اللي كاين داخل، نخدمها عاود ونعاود نخليها ترتاح. الطريقه هكا كما كتشوف الرباط العجينه كتلصق. هنا انا قاعده نحيد منها كاع الخدمه بهكا بالطريقه هكا كما كتشوفوا. كتشوفوا كبدا يتكون دوك الفقاعات، هنا كتعرفوا ان العجينه ناجحه. هما كيف ما كتشوفوا دابا غادي نعاود نغطي عليها ونخليها ترتاح. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ضاعف الحجم ديال العجين بهذه الطريقه هذه، هنا غندهن يدي بالزيت وغندهن نصوب كويرات بهذا الشكل هذا. كتكون العجينة خفيفة، كندهن يدي مزيان باش ما تلصقش، وكنقطع كويرات على هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. كي كتجي العجينة كندهن ديما يدي مزيان في العجينة، وكندهن نصوب كويرات بهذا الشكل هكا كتشوف. كتكون العجينه خفيفه بزاف، كنبدا نقطع ونحط. كتشوفوا كتكون ناجحه العجينه بهذه الطريقه. ملي كتبان لكم عندكم الفقاعات كتعرفوها انها ناجحه. هنا كيف ما كتشوفوا كنكونوا درناهم بهذا الشكل هذا. من بعد دابا غندوزو باش نبداو نقليوهم. هنا كيف ما كتشوفوا انا حطيت هنايا جوج دسمقيله هنايا فيها الزيت، والطنجره شويه غارقه حتى هي. هذه غادي ندير فيها تكون النار تكون مهيله، غادي نحط فيها السفنجه الاولى هي بسم الله. غناخذ السفنجه هكا بهذه الطريقه هذه، غادي نحلها هكا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هكا، وغادي نحط السمقيله غنخليها حتى كتشد راسها شويه، عاد كنهزها ونحطها فوق الطنجره الاخرى اللي كتكون شويه العافيه فيها مجهده. هنا انا كنكون ناقصه الكوطه مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كتنفخ ليا بهذه الطريقه هذه، غادي نهزها وغادي نحطها في الطنجره الثانيه هنايا تكمل الطياب ديالها كتكون العافيه شويه مجهده. وغادي نستمر بهذه الطريقه تنكمل كاع السفنج اللي عندي. كيف ما كتشوفوا كيجي ناجح 100%. تنبقى حتى كنخلي السفنجه كتحمر مزيان من تحت، حتى تنقلبها للجهه الاخرى. كتشوفوا من بعد ما تحمر فيها من تحت غادي نقلبها في الجهة الأخرى تحمر بهذه الطريقة هذي. كيف كتشوفوا معايا كيجي شفنج ناجح ومنفوخ. نستمر بهذه الطريقة هذي تنكمل الشفنجات ديالي كاملين. نتمنى الفكرة ديال اليوم تعجبكم. ديما ما تنساونيش باللايكات، نتمنى هاد الفيديو يطلع ليا في اللايك وتبارطاجيوه مع كاع الناس اللي عزاز عليكم. اللي غيشوف القناة ديالي أول مرة ما ينساش يدير ليا الاشتراك وتفعيل الجرس باش إن شاء الله يوصلو كل جديد. كيف ما كتشوفو كتكون هدا هو الشكل ديال الشفنجة ديالنا.
لاحظوا معايا، ها هو الطابع هذي، غادي نحط الطابع الاخر. كما كتشوفوا كي كنشوفوها تحمرات مع الجناب، كنقلبوها على الجهه الاخرى، كنخليوها بحال هكا طيب حتى كتحمر مزيان، صافي وكنهزو نحيدو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواني اخواتي، كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الشفنج ديالنا الوصفه ديال اليوم. نتمنى انها تنال اعجابكم. شوف كي كيجي بحال ديال برا، كيجي مفشفش وكيجي مقرمل، كيجي زوين. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم. نتمنى ان هاد الفيديو يطلع ليا باللايكات. من هنا الفيديو ما يجي ان شاء الله. نتمنى ان نلقاكم على خير وبخير. مع السلامه.